الو، مع السلامة عليكم. لو سمحت، كنت عايز اثبت ان انا عايز اقدم على تنظيم الكان 2025 ان شاء الله باذن الله. المغرب قدم عليها، والمغرب ده بيشوف انا بعمل له بيعمله اللي ايه؟ هو غلاسه كده. لا بس انا كده كده اللي هفوز بيها، لانه انا عندي احسن ملاعب واحسن اكلات واحسن موديلات واحسن تنظيم. احنيهم وارضعهم وانلمهم في سربريرهم. ايوه، لانه لما حفيد مانديلا جه عندنا هنا ادينا له علبه شوكولاته جايبينها من محل حلويات. ايوه، المغرب الملاعب بتاعته احسن مننا. هو انت معاهم ولا معايا يا ابني انت؟ ايوه، انت بتقول يعني هم بيقولوا كده. ايوه، لا المغرب هينظم هذه البطوله بالكولاسه. قالوا انا عارف، بقول لك ايه، لانه المغرب بيتعامل مع الفوز الاقجع، ودايما يدخل الكاف ويعمل بقى الكواليس بتاعته دي والحاجات بتاعته دي. اعوذ بالله يا اخي على المغاربه دول. يخرب عقلك، ده انت مسخره. ايوه، ما هم خدوا رابع كاس العالم. لا، ما هو ده بالاتفاقات برضه، هم اتفقوا مع البرتغال واسبانيا ان هم يكسبوهم في الماتشات بتاعتهم مقابل ان هم يدوهم كوسكوس مغربي. ايه ده؟ لا، كوسكوس جزائري، معلش انا اسف، انا كنت هنسى واقول الغلطه الشنيعه دي. الكوسكوس جزائري. ايوه، كل حاجه جزائريه اصلا، يعني احنا ما عندناش، ما فيش حاجه في الدنيا دي لما كان اصلها من عندنا احنا. ايوه سعادتك. المهم يعني ان احنا في الاخر احنا هنقدم على تنظيم هذه البطوله. التنظيم عندنا روعه، بنقط المدرجات نقول مروكي ونشتم المغاربة ونقول لهم اعطوا البنان ونشتم الشعب المغربي. ايوه، ده بيبين ان احنا عندنا ثقافة ووعي وان احنا نقدر نستضيف اي بطولة بإذن الله. بيبقوا عاملين كده؟ لا 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 يا اخوانا، يا امن المطار. ايوه، لا المغاربة ما يقولوش علينا حاجة، احنا نقول براحتنا. احنا نطلع في المدرجات وفي الملاعب ونشتمهم ونجيب سيرتهم قدام خلق الله كله. ايوه بالظبط كده. لكن احنا لما حد يجيب سيرتنا نقول انهم عيب كده، نقول لهم عيب. المغاربه هم اللي، المغرب هم اللي عايزين يعملوا معانا عداوه. ايوه، المهم احنا في الاخر عايزين ننظم كاس افريقيا 2025 ان شاء الله. مش هينفع ننظمها ليه يا عم انت؟ في ايه؟ عشان احنا جبنا حفيد مانديلا وقال الصحراء الغربيه. طب وايه اللي فيها يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ ما يتكلم الراجل، حر يقول اللي هو عايزه. احنا بنقول انه المصريين اللي بيدافعوا عن المغرب مالهمش دعوة عشان هم لا جزائريين ولا مغاربة؟ لا، دي زيها زي نيلسون مانديلا، يعني ان هو مش جزائري ولا مغربي. ايوه، طب وانا اخرج من الزنقة السوداء دي ازاي؟ اقول له ايه ده؟ ما تقولوا لي حاجة اقولها له. ايوه، نيلسون مانديلا اصلا جزائري. ما جت على دي يعني؟ ما كل حاجه بنقولها لا جزائريه، يعني جت على دي وبنقول نيلسون مانديلا جنوب افريقي؟ لا جزائري طبعا، ما جتش عن الموضوع ده يعني. مين طفى النور؟ مع السلامه عليكم. خد بالك، لما احنا ما نظمناش كاس الامم 2025 هنعرف ان انت متواطئ مع المغاربه وان هم ضحكوا عليك وادوك فلوس زي ما المخزن بيدي فلوس للجميع. ما هو حافظ دراجي من كام يوم اثبت الحقائق ونشر الجوابات الفاضحة اللي قالت كل حاجة كان المخزن بيعملها قبل كده. ايوه، قالت انه حفيظ دراجي كان المخزن بيعرض عليه فلوس عشان يهاجم بلده، لكن هو شهم وسديف، ما بيهموش الفلوس ابدا، ابسوليوتلي ما بيفرقش معاه الفلوس. ايوه، كان بيطلع في بي ان سبورت يقول المملكة المغربية السليفة. لا معلش، ده عشان بس هو خايف بتوع بي ان سبورت يمشوه، اصل ده اكل عيشه برضه. ازاي بقول كده وبقول ما بيهمش الفلوس؟ يا عم انت غتت قوي، انت عمال تستفزني وتسالني اسئله مستفزه ليه؟ انت مال امك؟ مال امك انت؟ خلاص يا عم، ما توجعليش دماغي. وانت مال امك انت؟ خلاص، ايوه ماشي. المهم انه المغاربه اي حاجه في الدنيا دي بيعملوها فيها نجاحات بتبقى بالفلوس، واي حد بيدافع عن الشعب المغربي يبقى واخد فلوس من المخزن والمخزن متفق معاه. ايوه، لكن اي حد يقول الصحراء الغربيه المحتله حبيبنا وحبيب قلبنا
واللي ما فيش حد بيديله فلوس، احنا ما بنديلش حد فلوس خالص. حفيد مانديلا كان متصور وهو خارج وكان شايل في ايده شنطة فيها دولارات. لا ده كان عيد ميلاده، كنا مجمعين له شوية، كنا مدخلينه جمعية مع الست حمدية اللي ساكنة جنبنا، وهو خد قبض الجمعية يعني إن شاء الله عشان عايز يجوز بنته. قال ما كانش معاه فلوس يجوز بنته. لا لا ما ادينالوش فلوس ولا حاجة، بس انتوا، بس هو اعترف ان انتوا ان احنا ادينا له فلوس. لا الواد ده حفيد مانديلا ده مش كويس على فكرة. ايوه وهو اصلا اللي ما ينفعش يقول اللي يجيب ست الصحراء، لانه هو لا جزائري ولا مغربي، طالما بيقول بقى ان احنا ادينا له فلوس. ايوه باذن الله. لا ما تقوليش بقى المغرب صنع السيارات وتطور في صناعه السيارات، ما تقوليش الكلام ده لو سمحت عشان الحاجات دي بتعصبني. لا المغرب ما بيصنعش سيارات ولا حاجه، احنا اللي هنصنع سيارات ان شاء الله بعون الله في مارس 2067. احس بالسود هنا. ايوه المسؤول عندنا قال كده. شكرا شكرا. ايوه ان شاء الله. احنا عامه احنا ماشيين بالمبدا ده، وفي واحد مصري بيتريق علينا وبيقول ان احنا اسمنا كوكب لالا، لكن احنا بنعرف نرد عليه كويس قوي. ايوه احنا هنعرف نرد عليه لانه بيعمل المشاكل بين الاخوه، لكن الاعلاميين بتوعنا ما بيعملوش مشاكل بين الاخوه خالص، يطلعوا يقولوا كلام وحش على المغرب، احنا نسقف لهم نقول لهم برافو عليكم، لان هم بيدعوا للمحبه والاخوه بين الشعوب اللي شو. معلش ثانيه واحده بس عشان جالي تليفون، في واحد بيقول لي ان خلاص المغرب رسميا هو اللي هينظم الكان 2025. انا بقى هروح اتكلم مع الكاف، لانه الكاف هو اللي مكاولس الموضوع ده. احنا عندنا احسن ملاعب في الدنيا، والمغرب ما نجحش ان هو ينظم كاس العالم للانديه. ايوه احنا اللي نظمنا الشان، ما كانش في حفر في الملاعب. التميمه وقعت والبنطلون بتاعها وقع في الارض منها. لا دي التميمه دي كان بس تعبان شويه، كان بيشتغل طول اليوم، ومراته كانت طالبه منه شويه طلبات بالليل يجيب لها الحاجات المخزون بتاع البيت، فراح اشترى المخزون ورجع كان دايخ شويه عشان كده وقع، اللي كان لابس التميمه بتاعت الملعب. لكن الحمد لله الامور عدت على خير، واحنا بننظم احسن من المغرب، واحنا اللي بندعو للسلام. ايوه شكرا جزيلا. ان شاء الله باذن الله. لا مش هنهتف تاني في المدرجات ضد المغاربه ما تقلقش، لانه اللي بيهتفوا في المدرجات دول هم ولادنا، هم احسن ناس في الدنيا، لكن اللي بيتكلموا على اليوتيوب دفاعا عن المغرب دول كلهم مش ما عندهمش مروءه وبيوقعوا ما بين الاخوه. ايوه عشان احنا بنتعامل، عشان كده احنا مش هنتعامل مع الناس دي تاني. شكرا مع السلامه عليكم. اهم حاجه زي ما قلت لك اي نجاحات المغرب عملها في الدنيا ديت مدفوع فيها فلوس، هم ما بيعملوش نجاحات خالص، احنا احسن منهم في كل حاجه، احسن تنظيم، احسن اخراج، احسن مونتاج، احسن اكل، احسن شرب، كل حاجه في الدنيا احنا احسن ان شاء الله. وبوجه التحيه في اخر البرنامج للاخ ابراهيم غالي بن بطوش بطاطيشو، والبن السديره ابو صدور، والابونيف نفنيفو، والكل، والصوفيا حبيبه قلبي اللي خرجت وسابتني وراحت مع جسامه تلف معاه. فبحب اوجه التحيه لكل العائله اللي ما عرفتش جايبينهم منين دول. شكرا جزيلا، مع السلامه عليكم.